لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، مسؤولون عراقيون عملية نقل متفجرات لإحدى الميليشيات كانت وراء انفجار شرق بغداد. في صحيفة الزمان، مقترح وزير المالية باستقطاع رواتب الموظفين يشعل غضب الشارع. في العرب اللندنية، بداية متعثرة لإعادة إعمار جامع النوري، معماريون عراقيون يحذرون من تشويه المعلم. في الخليج الإماراتي، عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى وغارات على غزة. في القدس العربي، حزب الله يتحسب لانهيار الدولة اللبنانية ويقوم بتخزين مواد غذائية ونفطية. في الشرق الأوسط، إيران تعلن استخلاص أول كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وفي الاتحاد الإماراتي، روسيا تطرد دبلوماسيين أمريكيين وتفرض عقوبات رداً على إجراء أمريكي. السلام عليكم. تحل الذكرى 18 للإعلان عن تأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، في وقت آلت البلاد إلى مرحلة ذات أوضاع ومشاهد سبق أن استشرفتها الهيئة بعدما عاينت أسبابها، فوصفتها بذلك الحين وكأنها رأي عين. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن الهيئة لم تكن مجرد تجربة فرضت بصمتها في المشهد العراقي بوصفها كبرى القوى المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي، بقدر ما كانت ولا تزال فكرة بناءة غير مسبوقة. إذ تقطع الهيئة هذه السنوات وهي في ميدان مواجهة متعدد الجبهات ومؤطر بالتعقيد، وهي ما تزال على المسار ذاته دون منحراف أو تبديل، فإن ذلك يفرض على مراقبي المشهد ومحللين دراسة حالتها والوقوف عند خصائصها التي أهلتها لهذا الإنجاز غير المكرر في تاريخ العراق المعاصر. ولنبدأ من الخطوة الأولى. بدأت هيئة علماء المسلمين في التصدي للاحتلال في العراق منطلقة من قاعدة اللاءات الخمس التي أسسها الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله، حينما شخص خمس مشكلات مترادفة يعمل مشروع الاحتلال على تثبيتها، وهي الاحتلال بوصفه العسكري، والعملية السياسية، والدستور، والطائفية، والتقسيم. وقد شرعت مواقف الهيئة وطرحها على الصعيدين الإعلامي والثقافي، وهي تعبر عن دلالة هذه القاعدة بالتأكيد على مبدأ الوطنية والترفع عن الطائفية والسعي إلى إشاعة الخطاب الجامع لكل أطياف المجتمع العراقي. إن موقف هيئة علماء المسلمين ورأيها السياسي يتجملان في بعد خطابها عن مصطلحات يفهم منها تصنيف العراقيين طائفياً أو عرقياً أو دينياً، ولم تعتد استخدام مصطلح يشير إلى ما يناقض ذلك إلا في سياق الإيضاح وبيان ضرورة يقتضيها المقام، مع التعبير عن أسباب لجوئها إلى هذا المنحى، وذلك حرصاً على كمال وحدة العراقيين في أدبياتها ومساواتهم دون تفريق أو تمايز. الكاتب يشير إلى أن ريادة الهيئة في ميادين السياسة والفكر والثقافة فضلا عن الشريعة وثوابتها ومقاصدها أهلتها لتكون عالية الكعب على من سواها من قوى واتجاهات تفشت في الميدان العراقي وباتت متزاحمة في مشهد الصراع، فكان لهذه الريادة الأثر البالغ في أن يغدو استشراف هيئة علماء المسلمين لمآلات الأحداث علامة مسجلة باسمها وصفة دائمة في منهجها. تضمن قانون الموازنة لعام 2021 تخصيص مبالغ مالية لذوي المفقودين، وقد عد النواب العرب السنة في هذا النص إنجازا عظيما لهم،
وبدأوا باستخدامه في دعايتهم الانتخابية كمثال على حرصهم على مصالح جمهورهم. يحيى الكبيسي يرى في صحيفة القدس العربي أن هذا النص يمثل في حقيقته تنازلاً غير أخلاقي عن حقوق هذا الجمهور من خلال تحويل جريمة الإخفاء القسري إلى مشكلة أحوال شخصية، فهؤلاء النواب قاموا بمقايضة سكوتهم عن هذه الجرائم برشاوى مالية بائسة لأهاليهم. المفارقة هنا أن أعضاء مجلس النواب الذين هللوا لهذه المادة لم يشيروا مطلقا إلى أنهم قد وضعوا رواتب للمفقودين، بل عمدوا إلى القول إنهم قد وضعوها للمغيبين، وهي المفردة التي تستخدم بدلا عن الاختفاء القسري عن جهل وسذاجة غالبا، وعن تعمد من البعض الآخر للتغطية على الجريمة وعدم توصيفها بالوصف القانوني. وبالرغم من وجود وقائع وشهادات لشهود عيان ووثائق مصورة تظهر مجموعات تم اعتقالها على يد قوات رسمية ولم يعثر عليهم بعد ذلك، هناك إنكار منهجي ولا أخلاقي لوقائع الاختفاء القسري الثابتة. ووصل الأمر إلى نائب رئيس مجلس النواب، المؤسسة التي يفترض أنها تحقق مصالح الشعب، أصدر بيانا أنكر فيه وجود أي حالة اختفاء قسري في العراق. لا يمكن فهم ما قاله نائب رئيس مجلس النواب إلا في سياق إنكار الفاعل السياسي الشيعي المنهجي لجرائم الاختفاء القسري، والتي تنطلق من دوافع طائفية، بدليل أنه لم يقف على فضيحة أن الجهات المختصة التي يفترض بها إثبات وقائع الاختفاء القسري من عدمها قد تواطأت ولم تقم بواجبها. أقصى ما يمكن للقضاء العراقي فعله هو التعامل مع هذه القضية على أنها قضية أحوال شخصية أو قضية اختطاف جنائية، وليس بوصفها جريمة ضد الإنسانية ترقى لأن تكون جريمة حرب. الكاتب يضيف أنه لا إمكانية حقيقية لحسم قضية الإخفاء القسري في العراق في ظل عجز الطبقة السياسية السنية عن متابعة هذه القضية بشكل جدي خارج إطار الابتزاز السياسي أو الاستثمار الانتخابي، وفي ظل إصرار الفاعل السياسي الشيعي على الإنكار المنهجي لهذه الجرائم للتغطية على مرتكبيها. يعاني العراق جملة من المشاكل السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية، وتبقى جريمة تغييب المواطنين من أشد وأقسى تلك الجرائم، لأنها تتعلق بمواطنين أبرياء لا يعرف مصيرهم وهل هم في عداد الأحياء أم في عداد الأموات. جاسم الشمري يرى في موقع عربي 21 أن غالبية القوى السياسية تحاول التغاضي عن هذا الملف الشائك، لأنه سيفتح الباب واسعا لإشكاليات لها أول وربما ليس لها آخر، لأن المتهم الأكبر في هذه الكارثة المجتمعية هم بعض الشركاء السياسيين. قبل 5 أيام شارك النائب ظافر العاني بأعمال البرلمان العربي في القاهرة وتحدث عن واقع العراق، وبين أن المنظمات الحقوقية تتجاهل أو تقلل من قيمة الاعتداءات على حقوق الإنسان العراقي، وأن تلك الحقوق تتعرض لانتهاكات خطيرة من قبل الميليشيات التي تركب على ظهر الدولة العراقية، وأن هناك أكثر من 10,000 مغيب لا يعرف مصيرهم. العجيب أنه بعد عودة العاني إلى بغداد واجه هجوما شرسا من بعض النواب، وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الذي نفى نفيا قاطعا وجود أي ملف للمغيبين في العراق. ثم لا ندري لمصلحة من ينفي الكعبي هذا الملف الخطير والحساس لدرجة أن عوائل المئات من المغيبين فضلوا الصمت وعدم التبليغ عن غياب أولادهم بسبب الخوف من القوى الشريرة الفاعلة في العراق والتي ستتهمهم بالإرهاب. إن جرائم التغييب من الجرائم المركبة التي لا تسقط بالتقادم ولا تقف حدودها عند الضحايا، بل تتعدى آثارها إلى عوائلهم التي لا تعرف ما هو مصير أبنائهم. وبهذا فإن القضية لا تحسم عبر تهديدات الكعبي المليئة بالتناقض والطائفية، وعليه يفترض محاسبة الكعبي على تصريحه وتهديده الذي يتنافى مع مهام العمل البرلماني. وبحسب الكاتب فإن فتح الملفات الخطرة والحمراء ومنها ملف المغيبين سيقلب الطاولة على الكثيرين،
ولهذا يحاول بعض الساسة منع الاقتراب من إثارتها واعتبارها من الملفات الملفقة أو غير الحقيقية، لأنه ربما تشمل بعض المقربين منهم والذين سجلت الوقائع الموثقة تورطهم في جرائم ضد العراقيين في مراحل الخراب والفوضى السابقة. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالة للكاتبة نجمة بوزور جمهر حول التأثيرات المتبادلة بين ملفي المحادثات النووية مع الولايات المتحدة من جهة والمنافسة الساخنة على السلطة في إيران من جهة ثانية. ورأت الكاتبة أن الدفاع الحازم عن الأيديولوجية الإيرانية في الداخل والخارج يغطي كل شيء، من برنامج إيران النووي إلى السياسات الإقليمية والعسكرية والعلاقات مع الغرب. الكاتبة تشير إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران كلفت الاقتصاد 200 مليار دولار في الأقل وفقاً للمسؤولين، وألحقت الأذى بالإيرانيين العاديين، لكن النظام على الأقل عناصره المتشددة أسهم في نواح كثيرة في البقاء تحت سياسة الضغط الأقصى لإدارة دونالد ترامب دون انهيار النظام، على الرغم من تدفق ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة. ومع انضمام إيران الأسبوع الماضي إلى محادثات فيينا من الموقعين الآخرين على الاتفاقية النووية، الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين بشأن مستقبل الاتفاقية، رفضت إيران فرصة التحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يجعل فرص تحقيق إنجاز دائم تبدو بعيدة. وزادت الشكوك لدى الجانبين بعد الهجوم السبراني الذي تعرضت له منشأة نوتونز النووية الإيرانية الأحد الماضي، ما دفعها إلى إعلان خطة لزيادة كمية اليورانيوم المخصب ورفع درجة تخصيبه لتصل إلى 60%. وترى الكاتبة أن دخول بايدن البيت الأبيض أدى إلى تعقيد الأمور، فالرئيس الأمريكي يريد استئناف الاتفاق النووي بشرط كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسياسات إيران الإقليمية التوسعية، لكن طهران تريد رفع العقوبات أولاً. الكاتبة تشير إلى أنه ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 من حزيران المقبل، يخشى الإصلاحيون أن يهيمن المتشددون عليها، إذ يمكن لمثل هذه النتيجة أن تحد من مجال التفاوض بشأن الاتفاق النووي بعد الانتخابات، كما أن المشاركة المنخفضة بشكل محرج في التصويت ستضر بمصداقية النظام الإيراني في الداخل والمفاوضين الإيرانيين في أي محادثات مع الولايات المتحدة. قال موقع فورن أفيرز الأمريكي إن حركة طالبان الأفغانية أصبحت خلال الأشهر الستة الماضية في حالة صعود والقوات الحكومية الأفغانية في حالة فوضى. وأضاف الموقع في مقال للكاتب كارتر مالك سيان إن انسحاب القوات الأمريكية أصبح أمرا ملحا، الأمر الذي سيحفز طالبان للقتال وتجنب التسوية على طاولة المفاوضات، متسائلا لماذا توافق طالبان على تقاسم السلطة ما دام بإمكانها أن تأخذها بالقوة. الكاتب يضيف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واجهت خيارا صعبا بين استكمال الانسحاب الأمريكي على النحو المتفق عليه مع طالبان والبقاء فترة أطول مع الحد الأدنى من عدد القوات اللازمة لمواجهة حركة طالبان. وقال الكاتب إن كلا الخيارين كان يمكن أن يكون استراتيجية قابلة للتطبيق، لكن الوضع المتدهور على الأرض إلى جانب النظرة السيئة لعملية السلام تجعل الانسحاب الأمريكي أكثر إلحاحاً. وأشار الكاتب إلى أن الحقيقة المؤلمة هي أن واشنطن ستترك وراءها حرباً هي الآن أبعد بكثير عن تسوية تفاوضية كما كانت قبل عام، وأنه بغض النظر عما تفعله إدارة بايدن فإن طالبان ستقاوم التسوية والحرب ستستمر في الاشتعال. وأوضح الكاتب أن طالبان اليوم قد تكون أكبر مما كانت عليه في العام 2018، وإذا اتبعت إدارة بايدن خطتها المعلنة لسحب جميع القوات الأمريكية بحلول أيلول المقبل، فمن المحتمل أن تستولي طالبان على معظم جنوب وشرق البلاد في غضون أشهر، وبعد ذلك يمكن أن تنهار الحكومة. وفي النهاية يقول الكاتب لن يقرر الأفغان والأمريكيون فقط مسار الحرب، فلدى كل من الصين والهند وإيران وروسيا مصالح في أفغانستان
ولا ترغب في رؤية إمارة تابعة لطالبان. الكاتب يقول إن المصالح ستتغير مع مهادرة الولايات المتحدة، ويصبح الصراع في أفغانستان أشبه بالحرب الأهلية الليبية والسورية، حيث تدعم القوى الإقليمية المختلفة أطرافا مختلفة. وحتى لو كان هذا التدخل الإقليمي كافيا لمنع طالبان من استعادة السلطة، فإن النظرة المستقبلية للحكومة الأفغانية لن تكون جيدة. وصفت صحيفة وول ستريت جورنال العقوبات الأمريكية على روسيا بأنها يوم سيء لرئيسها فلاديمير بوتين، وقالت إنها جاءت في الوقت المناسب. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه على الرغم من أن الصين تشكل أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي، فإن هذا لا يعني أن غيرها من الخصوم الآخرين ينبغي استثناؤهم. الصحيفة اعتبرت أن العقوبات غالبا ما تكون نصف إجراء، لكنها رأت أن بعض الإجراءات العقابية التي أعلنتها إدارة بايدن الخميس الماضي ضد روسيا ستكون لها عواقب وخيمة، وأهمها حظر شراء المؤسسات المالية الأمريكية سندات جديدة من وزارة المالية الروسية أو البنك المركزي أو صندوق الثروة السيادية بعد 14 من يونيو حزيران المقبل. وأضافت الصحيفة أن الأمر التنفيذي يتيح للحكومة الأمريكية أيضا معاقبة أي جزء من الاقتصاد الروسي، مما سيجعل الشركات الأمريكية تفكر ماليا قبل ممارسة الأعمال التجارية في روسيا. لكن الصحيفة أضافت أن هذه الخطة فيها نقطة ضعف، وهي أن التجار الأمريكيين سيظلون قادرين على الوصول إلى الديون الروسية في أسواق السندات الثانوية. وأشارت الصحيفة إلى الموقف التضامني من الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها رأت أن بإمكان القارة الأوروبية أن تفعل المزيد في المواجهة الأمريكية مع روسيا. واختتمت وول ستريت جورنال افتتاحيتها بالقول إن المكان الطبيعي للبدء بعلاقات جيدة بين واشنطن وموسكو هو التعاون ضد الهجمات الإرهابية أو المغامرات الصينية، لكن الوصول إلى هذه النقطة سيتطلب من روسيا التصرف كدولة مسؤولة. ابتكر المهندسون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية جهازا صغيرا جدا يبلغ طوله 4 ملم ونصف وعرضه 3 ملم، بحيث يمكن غرسه داخل الجسم لقياس نسبة الأكسجين بالأنسجة ومتابعة القياسات لاسلكيا، بما يوفر قياسات في الوقت الفعلي لمستويات الأكسجين. ويمكن للجهاز أي الذي يتم تشغيله بواسطة الموجات فوق الصوتية أن يساعد الأطباء على مراقبة صحة الأعضاء أو الأنسجة المزروعة، ويوفر تحذيرا مبكرا لفشل الأعضاء المزروعة. ويقول ميشيل ماهاري بينز أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا إنه يمكن لمعظم طرق قياس أكسجين الأنسجة أن توفر فقط معلومات حول ما يحدث بالقرب من سطح الجسم، لأن هذه الأساليب تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية، لكن هذا النوع من المستشعرات يختلف عن المقاييس التي تستخدم لقياس تشبع الأكسجين في الدم. وبينما تكون مهمة هذه المقاييس معرفة بنسبة الهيموغلوبين في الدم، فإن الجهاز الجديد قادر على قياس كمية الأكسجين في الأنسجة مباشرة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.